ونبتدي أول سؤال مع الأستاذة مديحة. أستاذة مديحة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي اتفضلي. حضرتك يا فندم، ربنا يديك الصحة والعافية يا رب، ويزيدك من علم كمان وكمان. الله يعز حضرتك ويبارك فيك. حضرتك، أنا عندي بنت مخطوبة، وكنا متفقين إن إحنا علينا مثلا الأدوات الكهربية والمطبخ والحاجات دي، وعلى العفش وكده. وقال أنا دلوقتي يجيب شقة مؤقتة، يجيب ما إيه عشان يجيب تمليك. فالمهم قال أنا مش هقدر أجيب شقة دلوقتي، إيه تمليك هجيب مؤقت. ماشي، وما هنمشي الموضوع وخلاص، عايز مفيش مشكلة. طيب فجأة كده الحمد لله ربنا يستر له الحال، وهو يعني متيسر يعني مش متعسر. لا وبعدين لا معقول يعني. المهم طيب، جات له شغلانة في السعودية دلوقتي وهيسافر. فقال انا هروح 3 شهور وهاجي اتجوز بعد العيد الكبير، واخد ايه عروس وقعد اسبوعين، واخدها واسافر اقعد في فندق ولا حاجه يومين 3، وبعد كده هناخدها ونسافر بعد اسبوعين كده. طب ماشي. انا طبعا مش هقدر اجيب، ما ادفعش ايجار شقه مؤقته وانا ايه مش قاعد فيها. طيب، ومش هعرف اجيب عفش دلوقتي. طيب ماشي ماشي، احنا جايبين حاجتنا. طيب، طب نكتب قايمه. قال لي خلاص هكتب حاجتكم بس. انا كده قاعد اتوقع. والسؤال فين؟ قولي لي السؤال بقى فين. السؤال هو دلوقتي بيقول لي لما نكتب القايمه انا هاخد العفش احطه في اي حته بتاعته، وهو ما جابش عفش. طب يا ايام قلت له طب خليه عندي، اكتب قايمتك وخليه عندي. هو متخوف طبعا يسيبه عندي، لأ انا مضيت على القايمه خلاص. طيب، وانا عايزه اخد يبقى العفش. في سؤالك ايه بقى؟ السؤال دلوقتي انا اديله العفش وما اعرفش هو هيحطه فين، وهو ما جابش اصلا عفشه، ولا اكتب قايمه بحاجته هو، ولا اعمل ايه؟ اقول هجاوب حضرتك يا حاجه مديحه. حاجه مديحه، هو حضرتك هتدي له عفش بس؟ حضرتك مدياله حاجه اكتر من العفش صح؟ حضرتك مدياله بنتك هتعيش معاه. دي اللي انا بسميها اختبارات عدم الثقه ما بين الطرفين. يعني القايمه، يا ريت ثقافه القايمه هي ثقافه المحبه، يا ريت هي ثقافه الفضل. لا، ده انا لازم احافظ على حق مراتي. هي ما كانتش واجب عليها ان انا لما اديتها المهر عشان تسعد بيه، اما وان هي جهزت بالمهر ده وجابت الشوار بتاعها بالمهر ده، يبقى انا واجب عليا ان انا اقول لها شكرا يا مراتي، شكرا يا حبيبه قلبي، شكرا، وانا هوثق لك الحاجه بتاعتك. الاساس كده، الاساس ان انا بحافظ على حقها. حافظ على حقها ليه؟ مش بس عشان محدش يضمن عمره، لان ده حقها. والناس مبقاش فيهم ناس كتيره بتقدر تحافظ على الحقوق. فأنا لما وثقت لها حقها ده، أنا بعمل حاجة عشان هي تستحق إن هي تكون في أمان. أنا كنت منتظر إن القايمة دي تبقى وثيقة أمان، مش تبقى وثيقة تخوين من الطرفين. اللي حضرتك بتحكيه ده هو بيقول لك أنا هاخد، ما هو القايمة كده بقت أمانة عليه. بدل كتبت القايمة وكتب فيها في القايمة الحاجات بتاعتكم، حطها في الغيط، حطها في أي حاجة، هو كاتب على نفسه إن القايمة دي عنده أمانة. ولذلك لما بيترفع بعد الشر، أنا ما بحبش الكلام ده خالص، لما يترفع فيه قضية وهمية كده إن هو بدد العفش، بيترفع عليه لأن هو لما كتب بيكتب إن الحاجات اللي في القايمة دي أمانة عنده، فهو يحطها بقى في أي حتة. أنت بتقولي أنت عايزة تعملي حالة من حالات العناد، هو ما امنيش على عفش بنتي، انا كمان مش هامنه ان هو ياخد عفش بنتي ويضيعه. يا بنتي يا حاجه مديحه، هو واخد بنتك، وبعدين العفش ده اللي في القايمه ده خلاص بقت امانه عنده، فالطبيعي ان هي بتبقى الامانه عنده. مش هي امانه؟ مش اللي مكتوب انا اسف اللي مكتوب في القايمه ده بقى امانه عنده، يبقى طبيعي ان هو يبقى عند تحت ايديه، مش تحت ايديكي انتي. فهو لو حطه يحطه في مكان يحافظ عليه، لان في الاخر خالص ده هو دوت اللي هيبقى هو اللي هيحصل عليه. فرايي ان انت ما تضيقيش المسائل دي، هو يحطه في مكان ما يفسدهوش، لانه ما يضيعش المال. احنا نعينا عن اضاعه المال. المال ده العفش ده يبقى معاه في المكان اللي من حقه، لكن في نفس الوقت يعمل ايه؟
يحافظ عليه عشان لا يضيع المال.